ويا تنسخي منظمات هاي ترى ما كنت سميرا هاد الحزين عندنا اولادنا مرقبنا هجرين مثل تهجير من زاد بقيم بالبريه ولا خلص علينا هذا الشيء المهم هذا الشيء سلمنا على امينه الحمد لله بين الابيض وراس العين هاي المرحله هاي المنطقه زملاء هدف تركيا خاصة أردوغان أنه يضرب استقرار المنطقة وهذا شفناه كلنا بحجة أنه الحفاظ على أمنه القومي مع أنه نحن كنا عايشين باستقرار ثقة بحجة أنه رح يجيب نازحين سوريين ليسكن هذه قصية كتير كبيرة نحن عم نكسر هدول المشاريع يعني أردوغان لو بيده يشتغل كل المنطقة المرحلة الجاية انتم رح تعودوا لبيوتكم لمناطقكم وهذا الشيء اللي عم نركز عليه وعم نجادل فيه انتم اهالي المنطقة ترجعوا هذاك الوقت يعني هاي المرحلة العسكرية التصعيد العسكري عزيزة الخنافر الرئيسة المشتركة لمكتب شؤون الأديان والمعتقدات لشمال وشرق سوريا حضرنا اليوم كوفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جي إلى مخيم واشكاني لنطلع على أحوال وأوضاع أهالينا من رأس العين نحن أيضا نناشد جميع الدول وجميع المنظمات بأن تأتي وتدعم هذه المدينة أيضا جئنا أيضا لنطلع على أحوال أهالينا من رأس العين ولنعلم ما هي متطلباتهم ونعلم أن طبعا هي بداية المشروع طبعا يوجد بعض النواقص ولكن نتلافاها إن شاء الله مع الأيام أيضا وأيضا جلسنا أيضا مع أهالينا من رؤساء الكومي من رأس العين وشرحنا لهم أيضا عن الوضع السياسي ونتمنى إن شاء الله عودة أهالينا